إذن السلام عليكم، تحية طيبة جديدة متجددة، أعز في الله ونعز في الله للجميع. إذن في قضية إنسانية وسياسية اقتصادية جديدة أخرى، هي اكتشاف للنظام الجزائري مبلغ حسب يعني قناة CNBC عربية، اكتشاف أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم، 500 ألف مليار سنتيم يقولون وما دون في محاربة الفساد، و 36 مليار دولار أيضا، و 20 مليار دولار، يعني 500 ألف مليار سنتيم. يعني لا نعلم هذه العائلة كيف ركنت وتركت يعني هذا المبلغ كامل في المنزل. ف يعني هذه عائلة إما يعني المنطق يقول إما هذه عائلة من النظام وتنتمي للنظام وحبكة يعني الخطة والقصة الإعلامية للتلهية مع النظام، ويعني لا شيء تفسير آخر يعني شيء للتلهية. فهنا أنا أقول يتبون، قل بأن ويقول لك لمحاربة الفساد، قل بأن الخزينة منتعشة بأموال البترول، وخلال السنة هذه سنقدم زيادات أو معاشات ونقدم الحقوق للناس، وتكون مرتاح وتقول الحقيقة عن طريق الإعلام، وتقول الحقيقة عن طريق فمك، وتربي الأجيال عن طريق الثقة بين دولتها وسلطتها ونظامها، وتربي روح الإعلام المحترف، روح الإعلام المحترف الذي لا يهتك الوعي. نعم، فمن يعني يخزن هذا المبلغ في منزله؟ من يملك هذا المبلغ في منزله في الجزائر إلا إن كان من النظام ودرع للنظام ويعمل مع النظام وتنسيق مع الإعلام ومع المخابرات ومع الصحافة، لي يعني يقولون بأن الأموال لسنا نحن من نحتكرها في الخزينة العمومية ونجوعكم، بل أنتم هناك ناس منكم هم من يختزنونها ولا يدخلونها للبنوك. بالعكس، الناس تدخل الأموال للبنوك، وأقل فرد هنا في الجزائر يعني حتى المواطن البسيط واللي ما عنده والو عنده في البنوك. فمن الأفضل مواجهة يعني الناس ومواجهة الإعلام للشعب باحترافية بارتقاء، نعم، لكي نبني دولة، لكي لا نكون أضحوكة، لكي نكون متوازين مع العالم في ميزان الرقي الإعلامي والسياسي والإنساني. وإلا فلماذا هذا الإعلام على عكس كل إعلام العالم يجلب لنا فقط التفاهات والترهات؟ عليكم أن تتعلموا الصراحة والوضوح، وواحد زائد واحد يساوي اثنين على قرار كل دول العالم. نعم، هذه هي الحقيقة التي يجب أن تكون، وأنا من أجلها من أجل هذه التلاعبات وهذا الفكر وهذا يعني العبط والهبل والهتك والسياسة التي تربى عليها المجتمع، نكره هذا المجتمع ونكره هذا النظام، لأنه هو لا يريد تغيير نفسه ولا مجتمعه. يستبون يا النظام، واجهوا الناس بالصراحة، واجهوا الناس بقول كلمة الحق. قال يا سيدي عندنا مداخيل من البترول والنفط وفائض خلال سنوات الحرب الروسية الأوكرانية، وناس هناك ناس تتألم من جراء احتكارنا لهذه الأموال نحن كنظام، وسنحاول يعني خلال هذه السنة أن نوزع بعضا من المال على المستحقين وعلى الشعب. هكذا أمور تكون واضحة، إلا فلما نكرهكم، وإلا فلا إنسان يستطيع أن يعيش وسط هذا الهبل والعبط الإعلامي. يا أخي، هل لديكم عقول؟ استعملوها، إن لم تكن لكم عقول فقد مرتمونا وأخرجتمونا من عقولنا. الله يهديكم، الله يهديكم واللي يهديكم. كونكم صرحاء، كونكم كغيركم من الناس، كونكم منطقيين، كونكم احترافيين. تريدون أن تبنوا مجتمع ودولة، أو تريدون أن تعيشوا في العبط والتلاعب وهتك الوعي والتخربيش والتخنتيش؟ يا أخي، هناك ناس لا تسلم عقولها، من مثلي ومن كثيرين لا يسلمون عقولهم كشك أبيض، شك أبيض على بياض. هذا عقل، هذا إنسان، هذه كرامة، هذه حقوق.
هل تريدون أن يعني أن تقيموا سيناريو ليبيا وسوريا فعلا بهذه الطريقة؟ فيعني يجب أن تكون هناك يعني احترافية، وإن لم تستطيعوا أن تكونوا على مستواها فيجب إعادة بناؤها من جديد، لأنها هذه الطريق لن تؤدي إلا إلى مزيد من العبط والفوضى المنظمة، ويعني تداول الأيام في طريق ينضر منه المواطن والإنسان وأي واحد عنده عقل وعنده كرامة. فاللي سلم لكم عقله اليوم ما راحش يسلم لكم عقله غدوة، اللي سلم لكم عقله اليوم غدوة لن يسلم عقله، سيترك ويحتفظ به لما يشاهد ويفهم. فنحن نطلب السلامة والعافية وطبعا حقوقنا وأموالنا وكرامتنا، ولما يكون هناك أمور مثل هذه سنواجهها. نريد حياة طبيعية ودولة طبيعية، ويعني ولما نشاهد إيجابيات نعم سنكون معها، كحال ملف الكان 2025 فعلا هناك ملف يستحق أن تكون الجزائر تنظم هذه الدورة، وإن لم تنظم فربما يعني لا نعلم، إلا إن كانت هناك مثلا في المستقبل يعني ظهور أشياء أخرى أو سوء تنظيم أو عدم استمرارية في الإنجاز أو هذيك شيء آخر. لكن بهذه الحالة وبهذه الوتيرة في ميدان الرياضة، خاصة مع البحر الأبيض المتوسط ومع هذه إفريقيا المحليين، الوتيرة يعني بهذه الطريقة إذا لم تنظم الجزائر كأس العالم وتستلم الملف سنقول الحق، ونقول بأنهم ظلموا الجزائر. ولكن لما تستعملون هذه السياسات الخبيثة سنعطيكم بالجزمة على الرأس. يا أخي ولا واحد في هذا القرن وفي هذا العالم يستسلم لمثل هذه الترهات، إن كان بردوع أو أحمق أو عبيط أو منبطح. إذا السلام عليكم، شكرا، فيديو آخر.